ممكن يأثر في البطولة الأفريقية، يعني يودي الزمالك بروح معنوية عالية، يودي الأهلي بروح معنوية عالية، ولا ملوش علاقة؟ لا ملوش علاقة. الناديين بيلعبوا على هدف واحد، بطولة أفريقية قربوا منها بنسبة كبيرة الاثنين، فبالتالي أعتقد الهدف الأكبر للناديين هو البطولة الأفريقية. طب من وجهة نظرك الاثنين مدربين هيلعبوا بنفس التشكيل اللي لعبوا مع في بطولة أفريقيا هناك، يعني دي أكبر بروفة؟ هيلعبوا بنفس الشكل، ممكن يختلف في فرد أو اثنين، وعشان الظروف اللي أنت بتمر بيها، إن أنت بتمر في ضغط ماتشات، في اجهاد، في لعيب ما تقدرش تديله 3 4 ماتشات ورا بعض في الظروف اللي احنا مرينا بيها، فبالتالي ممكن تريح لعيبه، انما هو هدفه الاكبر من وجهه نظر للناديين هو البطوله، فبالتالي استعدادك كلها وراحتك للعيبه والروتيشن اللي انت هتعمله هتجهز للمباراه، من وجهه نظر تجهز للمباراه الاهم وهي البطوله الافريقيه.